برعاية وحضور سيادة الأستاذ محمد الشيعة السوداني رئيس مجلس الوزراء المحترم، يتم في هذا اليوم الخميس المصادف 16 من شهر شباط العام 2023 توقيع مذكرة مبادئ تعاون لبرنامج الطاقة في العراق بين وزارة الكهرباء وشركة جنرال إلكتريك انترناشونال إنك. يتفضل بالتوقيع عن الجانب العراقي معالي زياد علي فاضل وزير الكهرباء، ويتفضل بالتوقيع عن جانب شركة جي السيد جوزيف جي رئيس التنفيذي للطاقة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. شكرا لحضوركم.